لا، ايه رايك او ايه تفسيرك للعباره اللي قالها الرئيس عندما قال البلد دي ربنا نجاها في 2011 باراده الهيه؟ عايز اقول لحضرتك، انا شخصيا مقتنع بهذه العباره 1000000%، لان اللي تحملته مصر في الفتره اللي فاتت، يعني مفيش دوله اتحملته بصراحه وصمدت. مصر اتحملت الكتير جدا وصمدت. مصر كان فيها في لحظه من اللحظات جميع اجهزه استخبارات العالم بتلعب فاتحه بطن مصر وبتلعب فيها، ورغم ذلك قدرت تقف وتنصب طولها وتجدد وتجدد الخلايا من جديد. مصر، خد بال حضرتك، انت بتكلمني في 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 لحظات وسنوات انت مش عارف مين كنت بتقابله، ده من ده مخابرات انهي جهاز، ولا ده بيعمل ايه، ولا ده بياخد فلوس منين، ولا ده بيهدي بايه، ولا ده مؤمن بايه، ولا كلام كتير جدا جدا جدا. وكنت مهدد بانك المفروض ما تبقاش على الخريطة. لكن قوة مصر، قوة جيشها، القوات المسلحة، وهنا القوات المسلحة المصرية في الذاكرة، ولابد انها تكون في وعي الاطفال، ولابد بالمناسبة انه حتى تبقى مادة مش يعني اقتراح، مادة في من الحضانة، من KG1 مع التلاميذ والطلبة، كيف تأسس هذا الجيش المصري، وكيف صمد، وكيف حقق النصر لمصر، وكيف استعادت رجاله، وكيف هتلاقي طول عمره بقدم تضحيات وبيدفع دمه ثمن لهذه التضحيات حتى هذه اللحظه. وهنا واجب التنويه والتاكيد على جمله ايه بقى، انطلاقا من اللي حضرتك بتقوله، انه ربنا نجاها. ربنا واقف معاها وربنا نجاها فعلا، وبس دفعت كتير في الفتره دي، دفعت كتير جدا. طب هتقول لي هي المساله مطوله؟ انت شوف بقى كام قوة اقليمية وقوة دولية، وكام جهاز استخباراتي كان بيتحالف على مصر، لان هم عارفين عندما تسقط مصر يسقط الاقليم بالكامل. دي مش وجهات نظر ولا كلام رومانسي، ده كلام حقيقي. مصر هي رمانة الميزان للاقليم بالكامل، وعندما تستقر مصر يستقر الإقليم بالكامل، تستقر المنطقة العربية بالكامل. وبالتالي هنا لما انت تقول لي الله، هو الحرب مستمرة، الحرب مستمرة زي ما قلنا وهنقول، انه في 67 كنت عارف عدوك مين، في 73 كنت عارف عدوك مين، النهاردة انت ممكن تتخيل انه العدو في أي حتة، أنت ممكن عدوك ده اللي أنت شايفه إرهابي ممكن يبقى لابس فانيلا وشورت وكاب، مش بدقن حتى خالص. صحيح. وممكن يبقى بدقن وممكن لأ، أنت أمام عدو لعين مصر مرت بيه، عدو الإرهاب، وبالتالي أنت أمام تغيرات يعني محتاجة قوة كبيرة جدا، محتاجة يعني إخلاص لهذه الفكرة. يعني مصر عندما تتحدث، خد بال حضرتك، أنت خارج من 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 متغيرات صعبة جدا، وبتروح الأمم المتحدة تخلي العالم كله يسمعك. يسمعك وانت بتكافح وتواجه الإرهاب. صحيح. تخلي العالم كله يسمعك وانت بتقول الدولة الوطنية في المنطقة كلها، وازاي أهمية عودة الدولة الوطنية، وازاي انه بدون الدولة الوطنية ستخسر الشعوب كل شيء. نعم. خد بقى حضرتك.